السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فهد من كلية إعداد المدربين. كلية إعداد المدربين طبعا أنا في السنة الثامنة الحين، وعندي المشروع التخرج. مشروع التخرج هو عبارة عن سمارت هوم، شلون تتحكم بالبيت عن طريق الجوال. عندنا أول شيء راح نستعمل، أجهزة وراح نستعمل برامج. في عندنا أول شيء نبدأ في الأجهزة. وش الجهاز الرئيسي علشان نتحكم بالشغلات هذه، باللمبات والفتح الأبواب واي شيء يخش في البيت هذا؟ اول شيء عندنا الاردوينو. هذا الاردوينو هذا الجهاز الرئيسي عشان نتحكم فيه باللمبات، نتحكم باللمبات ونتحكم باي شيء. عندنا هنا معرفه يبدا من 0 الى 13. عندك 14 منفذ هو ادخال واخراج ديجيتال سيجنال. عندنا 6 منافذ اخرى اللي هي لقراءه الانالوج سيجنال، تبدا من اي 0 الى اي 15. بقية المنافذ عشان توفر لك الطاقة فقط. وفي عندنا برنامج ثاني علشان يمكن الأردوينو في الاتصال بالإنترنت، اللي هو شو إيثرنت أردوينو. هذا الجهاز الثاني إيثرنت أردوينو، طبعا نفس المنافذ اللي هي موجودة في الأردوينو. وطبعا له ماك أدرس عشان يتصل بالإنترنت. هذا الماك أدرس حقه، وهذا البورت عشان تركب فيه الإيثرنت. شلون نركب الأردوينو إيثرنت مع الأردوينو الجهاز العادي قطع عادي؟ نجي هنا ونركبها. طبعا هذا الجهاز موجود هنا، الجهاز صار الحين الجهاز متصل بالإنترنت. نجي الشغلة الثانية اللي هو البرامج. وش راح نستعمل فيها البرامج؟ راح نستعمل فيه برنامج الاندرويد علشان نرسل رسالة، عشان نرسل الأمر يطفي اللمبة ولا شغلها. هذه واجهة البرنامج، هذه قدامك برنامج. طبعا البرنامج هذا مسوي عن طريق الإيكليبس. هذا برنامج الإيكليبس. هنا الأوامر، هذه أوامر الإرسال، أوامر الإرسال. مثلا عندنا معرفين البتن الأول حق الكيتشن علشان يشغل المطبخ ويطفيها، أوكي؟ وهنا علشان يطفي الليفينج روم ويشغلها. نيجي كمثال هنا عرفنا الكيتشن أوف على أساس إنه يصير، على أساس إنه له متغير في شو اسمه في الملف الآر. هنا ليفن روم اللي هو هذا البتن علشان يرسل رسالة من البرنامج إلى الأردوينو علشان يشغل اللمبة، يرسل رقم 1 عشان يشغل اللمبة. طبعا هذا البرنامج الأول، هذه واجهة البرنامج. وهنا هذا ملف أمر إنشاء اتصال بين الأردوينو والأندرويد. ونجي هنا البرنامج الثاني اللي هو ايش؟ الاردوينو اي دي. شلون تبرمج البورد هذه على اساس انك تتحكم باللمبات؟ هنا نشوف الاوامر. هذه المكتبات، اول شيء طبعا المكتبات، هذه مكتبات. ثانيا هنا الامر هذا علشان تعطي البورد هذه ماك ادرس لحالها، وتعطي لها اي بي ادرس ثابت. طبعا هنا عرفنا المتغيرات علشان تاخذ باكت، تستقبل باكت. هنا في متغيرات ثانيه للمنافذ علشان ترسل منافذ. كل منفذ اعطيناه امر ارسال، هل هو اوتبوت او انبوت. هنا هذه كلها حددنا البورتات على اساس انها عشان نتحكم باللمبات هنا. وهنا الفويد لوب اللي هو ايش؟ بداية تنفيذ البرنامج. ايش راح يسوي البرنامج؟ هذا اول شيء عشان ياخذ باكت من الاندرويد. وهنا التحليل حقها، هنا الشرط علشان ينفذ الاوامر. هنا الشرط. نجي المثال هذا. اول شيء اف باكت، اذا الباكت تساوي 0 شغل الكيتشن، شغلها.
الحين نجي ننفذ المثال هذا. هنا كنترول لايت، كنترول لايت لما نضغط اون، نضغط اون تشتغل على طول اللمبه. هنا شوفوا اللمبه هذه اشتغلت على طول. نضغط على اوف على طول تطفي. شلون يصير الحين؟ هنا شوف اول شيء هنا، هنا الواجهه حقه البيت نفسه. شلون التسليك؟ التسليك هذا السلك الاسود شلون موصل هنا، هنا التوصيله حقته من هنا موصل الى هنا، موصل بالمنفذ كم؟ موصل بالبريد بورد هذه طبعا، هنا موصل المنفذ رقم 7. لما اضغط على اون على طول يرسل البرنامج، يرسل رساله الى، يرسل رساله في 4G وهو طبعا يرسل رساله هنا الى الاردوينو علشان يشغل لك اللمبه، يشغل لك اللمبه. نجي الباترون اون اوف، نضغط هنا تشتغل وتطفي. الباثروم ايضا هنا تشتغل وتطفي. عندنا هنا بعد البيدروم تشتغل وتطفي، وهنا عندنا الكيتشن تشتغل وتطفي. هذا البرنامج، يعطيكم العافيه. هذا المشروع حق التخرج، وشكرا والسلام عليكم.